مكان هنا من قلب العاصمة الروسية موسكو كابتن سيف. مش كده مش كده عايز اقول في المباراة مرتدة سريعة للغاية، واحدة من افضل التدخلات الخططية لروبرتو مارتينيز. ما بيحصلش ليه في مصر ده؟ ما بيحصلش ليه؟ عس على روحك من التالي بالله، شكون يجي وراك؟ عس حلوة البطاح حلوة البطاح حلوة البطاح. ملاحظة أخيرة محمد، عدد كبير من جماهير البرازيل بالمناسبة خرجت وهي تحيي تحيي المكسيك. أنا ولد ولود. خليني اقول لك النهارده في مدينه سمارة الروسيه الحقيقه كان في يعني اخرتها كده يسيبوها.